محطات تصفية المياه المستعملة بورجلا تسير وفق سلسلة متناسقة لضمان إزالة كافة الأشكال العضوية وغيرها. يوجد ثلاث محطات للتصفية في ولاية ورقلة، يتم معالجة حوالي 40,275 متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة. مجموع 418,165 مكافي سكاني لهذه المحطات. أما المحطات التي قيد الإنجاز، يوجد عندنا محطة تصفية بحاسي مسعود ومحطة تصفية بحاسي بن عبد الله. محطة سيدي خويل تعالج المياه المستعملة بطريقة تتماشى مع البيئة عبر نظام الأحواض، وتمر العملية على عدة مراحل. معالجة ثانوية أي ثلاث مو بيولوجيك، معالجة طبيعية اللي تكون للمياه اللي تتم في الأحواض. قوموا باستخراج الأوحال من المياه من الأحواض هذه تاعنا، من بعد الاستخراج الأوحال هذه تكون كاينة فيها عملية تاع تحاليل اللي باش نعرفوا الاستعمال تاع الأوحال هذيك في المستقبل ان شاء الله لوين يكون. نديروا لي زاناليز بور فيغ ولا بور فوار لو روندمون تاعنا، اسكو لا ستيب تاعنا الماء تاعها كي تدخل من اللي تدخل وخرج اسكو صارت فيه تصفية ولا لا. تصفية المياه المستعملة وتطهيرها تمكن من إعادة استغلالها من جديد لضمان بيئة نظيفة والحفاظ على صحة المواطن.